مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف 11، ولقاء يتجدد قسم الدراسات الاجتماعية ومادة التاريخ الوحدة الثانية الحرب العالمية الأولى، الدرس الأول الأطراف المشاركة في الحرب العالمية الجزء الأول. أهدافنا لهذا الدرس: توقع منك عدد الطالب بعد أو في نهاية الدرس أن تذكر أهم التحالفات السياسية في أوروبا في الحرب العالمية الأولى، تفسر نشأة عصبة الأباترة الثلاثة 1872 ميلادي. ثلاثة، أن تستنتج أهداف عصبة الأباترة الثلاثة عام 1872. عزيزي الطالب، اقرأ الفقرة التالية. الدرس الأول الأطراف المشاركة في الحرب العالمية الأولى. أدى التنافس الشديد بين الدول الأوروبية الكبرى من أجل توسيع إمبراطوريتها وتعزيز مناطق نفوذها في العالم إلى عقد الاتفاقيات السرية وإقامة الأحلاف العسكرية، مع ما يتبع ذلك من تقارب دبلوماسي. وهذه السياسة طبعت أوروبا بطابع سياسي قبل الحرب العالمية الأولى، فشهدت أوروبا سلسلة من التحالفات والتكتلات التي لم تلبث على حالها حتى بداية الحرب العالمية الأولى. ما أسباب التنافس بين الدول الأوروبية الكبرى؟ توسيع الإمبراطوريات وتعزيز مناطق النفوذ. ما النتائج المترتبة على هذا التنافس؟ عقد الاتفاقيات السرية وإقامة الأحلاف العسكرية. طبعا النتائج المترتبة على ذلك التحالفات والتكتلات أيضا. والحلف هو اتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير معينة لحماية أعضائه من قوة أخرى، وتبدو هذه القوة مهددة لأمن كل من هؤلاء الأعضاء. التمهيد: ظهور التكتلات والتحالفات السياسية في أوروبا كان من أثر تحقيق الوحدتين الألمانية والإيطالية في عام 1870 ميلادية، ظهور دولتين عظيمتين إلى جانب الدول العظمى الاستعمارية تطالبان بنصيبيهما من المستعمرات. وزاد في التنافس الاستعماري الأوروبي، ولسيادة مبدأ تحكيم القوة في النزاع أخذت تظهر سياسة الأحلاف التي اصطنعها باسمار، تقوم على مبدأ توازن القوة وبدء سباق التسلح بين التحالفات الكبرى على النحو الذي أدى لنشوب الحرب العالمية الأولى. ما النتائج المترتبة على تحقيق الوحدتين؟ عزيزي الطالب، ظهور التكتلات والتحالفات السياسية في أوروبا الذي ترتب على تحقيق الوحدتين الألمانية والإيطالية، ظهور دولتين عظيمتين إلى جانب الدول العظمى الاستعمارية تطالبان بنصيبيهما من المستعمرات. زيادة تنافس الاستعمار الأوروبي، سيادة مبدأ تحكيم القوة في النزاع، ظهور سياسة الأحلاف الأوروبية التي اصطنعها باسمارك، بدء سباق التسلح بين التحالفات الكبرى على النحو الذي أدى لنشوب الحرب العالمية الأولى. هدفنا الأول أن يذكر الطالب أهم التحالفات السياسية في أوروبا في الحرب العالمية الأولى. أهم التحالفات السياسية: عصبة الأباترة 1872، ألمانيا النمسا روسيا. تحالف الثلاثي 1882، ألمانيا النمسا إيطاليا. الوفاق الودي 1904، فرنسا وبريطانيا. الوفاق الثلاثي 1907، فرنسا وبريطانيا وروسيا. التحالفات السياسية في أوروبا في الحرب العالمية الأولى: عصبة الأباترة الثلاث، تحالف بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والنمساوية المجرية، كان هدفه هو جعل أوروبا سلمية على أساس توازن القوى، وهدفه ضمان السلام بين هذه الدول العظمى.
التحالف الثلاثي 1882 ميلادية، اتفاق بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا، ووعد كل عضو بالدعم المتبادل في حال وقوع هجوم من قبل أي قوة عظمى أخرى. الوفاق الودي اسم يطلق على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها كل من بريطانيا العظمى وفرنسا بعد تسوية عدد من النزاعات الاستعمارية التي كانت ناشبة بينهما. الوفاق الثلاثي 1907 اتحاد عسكري بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. شل من القائمة ألف ما يناسبها من باء. عصبة الأباطرة الثلاث 1872 ألمانيا النمسا روسيا. تحالف الثلاثي 1882 ميلادية ألمانيا النمسا إيطاليا. وفاق الودي 1904 ميلادية بريطانيا فرنسا. وفاق الثلاثي 1907 فرنسا وبريطانيا وروسيا. فكر وحل النشاط بما تفسر تعطي العلاقات الدولية بين الإمبراطوريات الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى. أذكر الدول التي تحكمت في حركة التكتلات في أوروبا. السؤال الأول، توتر العلاقات بسبب تحقيق الوحدتين الألمانية والإيطالية ومطالبتهما بنصيبيهما من المستعمرات. أما الدول الكبرى تحكمت في حركة التكتلات في أوروبا فهي بريطانيا وألمانيا. تخيل لو كنت رئيسا لإحدى الدول، لأي حلف ستنضم وبرهن على ذلك؟ هذا السؤال متروك لكم لكي تبدعوا وتحللوا وتنطلقوا وتفكروا في الإجابة. أمام خط زمن يرتب ظهور التحالفات والتكتلات السياسية في أوروبا عليه ترتيبا صحيحا من الأقدم للأحدث. عصبة الأباطرة 1872 تحالف الثلاثي 82 1882 الوفاق الودي 1904 الوفاق الثلاثي 1907. أذكر أهم التحالفات السياسية في أوروبا في الحرب العالمية الأولى. عصبة الأباطرة الثلاثة 1872 تحالف الثلاثي 1882 ميلادية الوفاق الودي 1904 الوفاق الثلاثي 1907. رتب ظهور التكتلات والتحالفات السياسية في أوروبا على الخط الزمني من الأقدم إلى الأحدث. وفاق الثلاثي، الوفاق الودي، تحالف الثلاثي، عصبة الأباطرة الثلاثة. وهو من الأسئلة الهامة جدا أو التي دائما ما تتكرر في الاختبارات. رقم واحد 1872 عصبة الأباطرة الثلاث 1882 تحالف الثلاثي 1904 الوفاق الودي 1907 الوفاق الثلاثي. الهدف الثاني أن يفسر الطلب نشأة عصبة الأباطرة الثلاثة 1872. مصدر مساند للدكتور أو كتاب مساند للدكتور محمد عبد العزيز شكري، الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية. عصبة الأباطرة الثلاثة 1872 ميلادية النمسا وألمانيا وروسيا. تحالف أسس المستشار الألماني بسمارك عمل على توطيد نفوذ ألمانيا في أوروبا. ما هو سبب نشأة تحالف عصبة الأباطرة الثلاثة؟ رغبة بسمارك في التقرب أكثر من روسيا والنمسا. بما تفسر رغبة بسمارك في التقرب أكثر من روسيا والنمسا؟ التخلص من الحركات الشعبية المعادية للحكم الاستبدادي في روسيا والنمسا والمجر وألمانيا. غلق الهدف، تضم عصبة الأباطرة الثلاثة 1872 ميلادية كلا من ألمانيا والنمسا وروسيا. بما تفسر نشأة عصبة الأباطرة الثلاثة 1872؟ رغبة البسمارك في التقرب من روسيا والنمسا. التخلص من الحركات الشعبية المعادية للحكم الاستبدادي في روسيا والنمسا والمجر وألمانيا.
الهدف الثالث أن يستنتج الطالب أهداف عصبة الأباترة 3872 ميلادية. عزيزي الطالب، من خلال الخريطة استنتج أهداف عصبة الأباترة: الإبقاء على الحدود الراهنة للأوروبا آنذاك، أهداف عصبة الأباترة الثلاثة: حل المشاكل بين الدول بالطرق السلمية، أهداف عصبة الأباترة الثلاثة: مساعدة كل عضو آخر إذا تعرض لاعتداء عسكري خارجي. إلا أن الخلاف بين روسيا والنمسا على دول البلقان أدى إلى حل عصبة الأباترة. قيمتنا التربوية لهذا الدرس: احرص دائما على السلام ونبذ العنف. غلق الهدف الثالث: وضح أهداف عصبة الأباطرة الثلاثة 1872 ميلادية، اللقاء على الحدود الراهنة لأوروبا آنذاك، حل المشاكل بين الدول الأوروبية بالطرق السلمية، مساعدة كل عضو آخر إذا تعرض لاعتداء عسكري خارجي. أما عن الغلق الختامي فكما تعودنا أترك لكم بعض الأسئلة على المنصة لإجابتها. أشكركم لحسن استماعكم وأترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.